مرحبا جميعا، أنا لا أكتب هذه الأسطورة من أجلكم، بل في الحقيقة من أجلي. أريد أن أبوح بكل ما أعرفه، فليس لدي الكثير من الأشخاص الذين أستطيع التحدث إليهم. سمحت لي المنظمة التي أعمل لديها بنشر قصتي على الريدت، لأنه يبدو أن السلطات لا يتجولون داخله، وعندما يقومون بذلك فهم خارج العمل. خلال الأيام الماضية تعرضت للعديد من الأحداث البشعة، والتي استطعت في نهاية الأمر تحويلها نحو القيام بشيء جيد لهذا العالم الموحش الذي نعيش فيه. على أي، دعوني أخبركم بتتمة القصة والتي أرغمت فيها على العمل كقاتل مأجور. هناك كيانات عديدة في هذا العالم تتحيز سلطة ونفوذا لن تتخيل مدى وسعهما، فحتى بعد رؤيتي لبعض الأشياء التي تجري في الخفاء لم أستطع تقبل وتصديق الأمر إلى يومنا هذا. ويبدو أن نظريات المؤامرة لا تسقط بعيدا عن ما يجري في الواقع، الأمور أكثر ترابطا خلف الكواليس. يمكن القول أن هذه الكيانات خفية بالنسبة للشخص العادي، ولن تعلم بوجودها إلا بعد رغبتهم بذلك، أو إن كنت في طريقك لكشف عالمهم السري. عادة ما ينتهي هذان الاحتمالان بنفس الشيء، فإما ستنضم للمنظمة أو سينتهي بك الأمر ميتا. ينتشر هؤلاء الأشخاص في كل مكان، سياسيون، رؤساء عمل، محامون، رجال أعمال. باختصار لديهم القدرة على رؤية أي شخص والتحكم في أي شيء. والجزء المخيف أنهم يستطيعون الحصول على أي شيء في هذا العالم. مجددا أنا أكثر من الحديث الفارغ، لنعود إلى مكان توقف الأحداث في الجزء الأول. وصلت إلى سانسيت بارك قرابة السادسة مساء، ثم بدأت التجول حول المكان الذي أراد أولئك الأشخاص لقائي فيه، إلى أن رأيت امرأة مرتدية بذلة وتتكئ على جذع شجرة. كانت ترتدي نظارات سوداء، لكني شعرت أنها كانت تحدق بي مباشرة. أطلقت العنان لنظاراتها لتخترق جسدي، دارسة كل تحركاتي وتصرفاتي التلقائية. قمت تاليا بالتوجه نحوها، واضعا يدي على بعد إنشات من مسدس 9 ملم المخبأ تحت قميصي الصيفي. بعد اقترابي بشكل جيد تكلمت المرأة وقالت لي: لديك مسدس ملصق بالجهات الخلفية لسروالك، أنصحك ألا تسحبه. صدمت لما قالت، كانت بارعة جدا في التقاط الإشارات الصادرة عن تصرفات البشر. ابتسمت بعد أن رأت أني علمت أن ما قالته صحيح. استمررت بالتقدم نحوها محاولا ألا أظهر خوفي واقتناعي أن هذه هي النهاية. أخذت نفسا عميقا ثم ابتسمت وقلت لها، إنك لبارعة فيما تقومين به، لكن أخبريني، ما الذي يمنعني من سحب مسدسي وتفجير دماغك؟ حاولت التحدث بطريقة جدية ليبدو أني مسيطر على الوضع، لكن كان ذلك بعيدا كل البعد عن ما كان يجري، وعلمت المرأة بذلك. ردت علي قائلة، هناك قناص يصوب بندقية نحوك، وإن حاولت القيام بأي حركة مفاجئة ستتناثر محتويات رأسك في أقل من نصف ثانية. في تلك اللحظة قمت بسحب يدي من خلف ظهري ثم وضعتها أمامي، لتقول المرأة بعد ذلك، جيد، يبدو في نهاية المطاف أن لديك بعضا من العقل تفكر به. رمقتني بنظرة مستهزئة، والتي علمت بعدها أني لست في وضعية للقيام بأي شيء. قلت لها، كفى تضيعا للوقت، اتصلت بي وقد أتيت الآن، ما الذي تريدونه مني؟ أعطتني إشارة للحاق بها، وفي الأفق رأيت مقعد استراحة خشبي بعيد تماما عن تواجد أي نشاط بشري. سرت خلفها بشكل بطيء محاولا استطلاع كل ما كان يحيط بي، لكن كان الأمر بدون فائدة إذ تجاوزت الأمور كل مقدراتي، الشيء الذي حطمني تماما. لم أحبذ أبدا عدم توفري على أي سلطة في المواقف التي عشتها. جلس كل منا على أحد طرفي المقعد مواجهين بعضنا البعض. نزعت نظاراتها الشمسية لتظهر أعينها الخضر التي تآكلت بفعل المشاكل والعقبات التي تعرضت لها خلال حياتها. لدينا اقتراح من أجلك يا سيد، قلت لها، نادني بتايلر. حسنا يا تايلر، دعني أطلعك على مختصر الأمور.
لقد طعنت الدب الخطأ وتسببت بقتل واحد من أفضل عملائنا. لم يكن هذا ليحدث لولا استئجارك لقاتل ليلاحقك من أجل متعتك الخاصة. نحن الآن منقوصون من عميل واحد، وهذا أمر جدي في سياسة عملنا. نحن نقدر العاملين لدينا ونقدر المهارة التي يتحيزون عليها. سأسألك الآن مرة واحدة، أو بالأحرى سأخبرك مرة واحدة، ستنضم لمنظمتنا لمدة قصيرة، وذلك لاستبدال العامل الذي تخلص منه. هذا أو خلال 12 ساعة القادمة سيتم التخلص منك. بدأت أضحك لتعود تلك الابتسامة التي لم ترتسم على وجهي منذ أن رأيت مايك آخر مرة. لم أكن أضحك لأنها قالت شيئا مضحكا، بل كانت واحدة من الضحكات التي تدل على أن الأمور خرجت عن السيطرة تماما، ولم أعد أصدق ما كان يحدث. قلت لها أظن أن ليس لي أي خيار آخر، أليس كذلك؟ ردت قائلة الرجل ذكي، اتبعني سنقوم بمناقشة التفاصيل لاحقا. اتجهنا نحو موقف السيارات لأرى سيارة بنتلي سوداء بنوافذ سوداء أيضا. كانت جديدة بالكامل، لا وجود لأي خدش عليها، وبالنظر إلى الجهة الخلفية لها لاحظت حروفا وأرقاما غير اعتيادية مطبوعة على لوحة السيارة. بصعودنا وضعت المرأة يدها على أذنها ثم قالت تراجع، إنه متعاون، عود إلى نقطة الدلتا. نظرت إلي بعد ذلك ثم قالت اسحبي المسدس الذي تحمله، أفرغه من الطلقات ثم ضعه جانبا. قلت لها هل تخططين لأخذه مني؟ ردت قائلة لا، إنه مجرد فعل احتياطي، سأقوم بنفس الشيء إن احتجت لذلك. قلت لها لا أهتم حقا، إذ لا يبدو أن لك نية لقتلي، ولماذا ستلطخين سيارة جميلة كهذا بمحتويات دماغي؟ ضحكت بشكل خفيف ثم قالت يبدو أن لديك حدسا جيدا، ستكون مثاليا للعمل الذي ستقوم به. قدنا السيارة مبتعدين عن المدينة متجهين نحو خط حدود الولاية، غير مدرك لما أنا مقدم عليه، لكن وفي نفس الوقت متعب لأهتم بالأمر في المقام الأول. وصلنا إلى لوس أنجلوس بعد 4 ساعات تقريبا. لم تكن لدي أي فكرة عن مكان تواجدي، لكن يبدو أن الأوان قد فات على العودة. بعد 20 دقيقة من وصولنا إلى لوس أنجلوس أعطتني المرأة رباط رأس وكسرت الصمت الذي استمر منذ صعود إلى السيارة، ثم قالت ضع هذه لتغطية رؤيتك، نقوم بهذا كتدبير وقائي لكل الأعضاء الجدد، وذلك للحفاظ على سرية مقرنا. قلت لها حسنا، لأضع بعد ذلك العصابة على رأسي. قلت مجددا وهل سأعلم مكان هذا المقر في المستقبل؟ ردت علي قائلة نعم، إنه أحد مقراتنا الرئيسية التي تسهر على تنشيط ودعم العديد من العمليات. لذلك وانطلاقا من اللحظة التي سنعلم فيها أنك شخص موثوق ومناسب للعمل، سنطلعك على كل شيء. بالمناسبة ما قضية لوحة السيارة الغريبة؟ قالت لي أظن أن بإمكاني إخبارك الآن. نحن جزء من منظمة ضخمة متعاقدة مع الحكومة. آنيا تسارعت دقات قلبي، عن ماذا تتحدث هذه الغبية؟ أتتعاقد حقا الحكومة مع منظمات القتلة؟ سمعتها تضحك بشكل خافت، وذلك بسبب ملامح التعجب التي ارتسمت على وجهي. قالت بعد ذلك أرى أنك تفاجأت بما قلته. نعم، نحن منظمات القتلة المأجورين، نقوم بتقديم خدمات لجهات معينة في واشنطن ولفائدة الشركات الضخمة التي تحتاج لنا لنقوم بالعمل القذر. قلت لها مثل CIA، FBI ووزارة الأمن الداخلي، هل أنا محق؟ من يستفيد من خدماتنا هي معلومات سرية بالنسبة لك وليست من شأنك، فقط اعلم أننا لا نعمل لدى الحكومة بشكل مباشر، بل نتلقى الدعم والتمويل من جهات معينة. قلت لها عن ماذا تتحدثين؟ أنتم مجرد منظمة قتلة مأجورين، أتنتظرين مني حقا تصدق أنكم تعملون لدى الحكومة بشكل سري؟ ضحكت مجددا ثم قالت إن الأمر معقد ومن الصعب عليك فهمه في هذه اللحظة،
ولتصحيح معلوماتك، استئجار القتلة ليست سوى خدمة صغيرة من الأشياء التي نقوم بها، إذ تعطى طلبات القتل لعملائنا كعمل ثانوي فقط، وذلك لكسب المزيد من المال وتحسين مهاراتهم الفردية ليساهموا في تحسين جودة خدماتنا الأخرى. علت وجهي نظرة تدل على ارتباكي وعدم تقبلي لما كنت أسمعه، فلو لم أسمع هذا الكلام من مصدر موثوق كنت لأرجح أن قائله ليس سوى مجنون فاقد لعقله. قلت مجددا: إذن تسمح لكم الحكومة أو الجهات التي تمولكم بالقيام بهذه الأعمال الشنيعة؟ قالت: لا يقومون بالموافقة على ما نفعله بشكل مباشر، وإنما يديرون أوجههم في الاتجاه المعاكس فقط، وعلى أي للطرفين مصلحة في استمرار العلاقة التبادلية، نقدم للحكومة بعض الخدمات وفي المقابل يتغاضون عن ما نقوم به كأفراد وجماعات، كما نتوصل بدعم مادي مهم. بإتمامها لكلامها سمعت سائق السيارة يفتح نافذته، ثم قال بعض الكلمات والتي أظن أنها كانت رمزا ما، لتفتح بعد ذلك بوابة حديدية ضخمة. قالت المرأة: لقد وصلنا، اترك الرباط على رأسك إلى أن أمرك بنزعه. بعد التحرك لبضعة أمتار سمعت صوت مرآة يفتح، تقدم سائق السيارة ليغلق الباب من جديد. ستبدأ الآن الأمور بالاتسام بطابع جدي، سأطلع على ما يحمله المستقبل لي. فتحت المرأة باب السيارة، ثم خرجت لأسمع بعد ذلك صوت رجل يقول: إذن هذا هو الرجل. نعم إنه كذلك. شعرت تاليا بشخص يسحبني من يدي ليخرجني من السيارة. قالت المرأة: يمكنك نزع الرباط الآن. أنزلت هذا الأخير من على وجهي لأرى أني كنت داخل مستودع ضخم نوع لم أرى مثله من قبل. كانت الواجهة الخارجية لذلك الموقع قديمة ومتآكلة بسبب مرور السنوات الطويلة، لكن وبالداخل احتوى هذا الأخير على آخر تطورات التكنولوجيا، شيء ستذهلون لرؤيته. تم اصطحابي في جولة قصيرة حول المكان، وخلال قيامنا بذلك كانت المرأة التي اصطحبتني إلى هذا المكان تخبرني ببعض التفاصيل والتي لم أعر لها أي اهتمام، فكل من شغلت به هو دراسة ذلك المكان الضخم الذي تواجدت داخله. انتهى بنا المطاف ندخل غرفة والتي أثارت اهتمامي بحق، بدت كغرفة مراقبة إطلاق الصواريخ الخاصة بناسا، إذ امتلأت هذه الأخيرة بالعديد من الشاشات والحواسيب الفاخرة، وأمام كل واحد منهم جلس رجل أو امرأة بسترة رسمية واضعين سماعات أذن على رؤوسهم. بدأت في تلك اللحظة بالتجول مطلعا على باقي أرجاء الغرفة، وبسبب التعابير التي ارتسمت على وجهي علمت المرأة أني لم أكترث حقا لما كانت تقوله، فكل ما قمت به هو الانتقال من شاشة حاسوب إلى أخرى متفقدا كل البرامج والشفرات التي عرضت على هذه الأخيرة. كان الأمر مماثلا للتواجد على متن سفينة فضائية، لم أستطع فهم أي شيء هذا إلى حين وقوفي خلف أحد العاملين هناك والذي كان منشغلا بالعمل على نوع من البرامج، وعلى إحدى الشاشات ظهرت صورة فتاة شقراء لم تكن لتتجاوز 8 سنوات، كانت تشبه أختي الصغرى إلى حد ما. جعلني الأمر أبتسم لوهلة، لكن توجب علي معرفة سبب تواجد صورتها على إحدى شاشات حاسوبه. اقتربت ببطء من الرجل ثم وضعت يدي على كتفه، استدار ثم نظر تجاهي متسائلا عما أردته. قال لي بنبرة جادة: هل أستطيع مساعدتك؟ نعم يمكنك، لقد بدأت العمل هنا مؤخرا وأريد معرفة قصة الطفلة الصغيرة التي تظهر على شاشة حاسوبك. سألته بطريقة واثقة كما لو أني عينت لأسير ذلك المكان. نظر هذا الأخير تجاه المرأة التي أحضرتني إلى هناك ليرى إن كان مصرحا له بالتحدث إلي، وبإيماءة سريعة منها أكمل كلامه قائلا: إنها صورة فتاة اختفت منذ أسبوعين تقريبا، تعلم أمها من قام باختطافها، لكن الشرطة لم تقدم أي عون لها في القضية. سألته بسرعة: إذن ألدينا فرقة بحث وإنقاذ في هذا المكان؟ لا يا سيدي، لقد استؤجرنا للتخلص من رئيس عمل أمها
رئيس مجموعات بنكية اعتادت العمل لديه في وقت سابق، وعلى ما يبدو أنه مختل غبي. أرسلت لنا الأم الصور لنرى إن كنا سنجد الفتاة الصغيرة لحظة اهتمامنا بأمر الهدف. أحسست بشيء ما بداخلي في تلك اللحظة، إحساس لن أستطيع وصفه إلا كالقدر يصرخ بوجهي. كان مقدرا علي التواجد هنا، وكان مقدرا علي التحدث إلى هذا الرجل. طرحت عليه السؤال التالي: هل هناك عاملون آخرون على هذه القضية؟ لا يا سيدي، فقد تلقينا هذه القضية صباح هذا اليوم. نظرت تاليا نحو المرأة التي قامت بتجنيدي: دعونا ندعوها آن. قلت لها: سأخذ هذه العملية كبداية لعملي هنا، هل هناك أي اعتراض؟ في الحقيقة لم يكن أي شيء ليقف أمام رغبتي في تولي هذه القضية، حتى لو اضطرني الأمر القيام بها بدون مقابل. اقتربت آن من العامل وطلبت مني تركهما للحظات ليستطيع التحدث حول الأمر. بعد لحظات استدارت نحوي ثم قالت: ليس هذا نوع العمليات التي أردت تكليفك بها، إنها عملية قتل، هل تعلم ذلك؟ أليس كذلك؟ وبنبرة جدية وصلبة قلت لها: نعم أنا على علم تام بالأمر. ردت علي: حسنا لك ما أردت. بالمناسبة ما سبب إصرارك على أخذ هذه العملية؟ أستطيع رؤية تلك النظرة على عيني، كأنك تعرف تلك الفتاة. قلت لها: إنها تذكرني بأختي الصغيرة، ولا أستطيع تحمل الأوغاذ الذين يؤذون الأطفال الصغار. لديك مرحلة طفولة واحدة وفترة واحدة لتكون فيها بريئا وغير مكترث، والأشخاص الذين يسلبون هذه الميزة يستحقون الموت بشكل بطيء ومؤلم. قالت لي: أوافقك الرأي، لكن إن لم يكن الرجل على علاقة باختفاء الطفلة سيتوجب عليك إتمام المهمة، وستحمل تبعات ما ستجنيه يداك طوال حياتك. قلت لها: أنا على علم بذلك، وبالمناسبة إنه مجرد حثالة مصرفي، وأريد قتله بسبب ذلك فقط. إن كان هناك مصرفي يستمع لهذا المقطع وبدون أي إهانة، أنا أمقتكم لأنكم تخربون اقتصاد البلد والعالم بشكل كارثي. على أي، ابتسمت آن لأذهب بعد ذلك نحو الرجل العامل على القضية مستعدا لأحصل على المزيد من التفاصيل. بعد جلوسي على كرسي بالقرب من الرجل، بدأت طابعة بالعمل مخرجة أوراقا مليئة بالخرائط والمواعيد الخاصة بالهدف. ومن جديد عادت الابتسامة إلى وجهي، مفكرا في إمكانية رغبتي بالعمل لمدة أطول في هذا المكان. بمجرد سحب العامل للأوراق عدت بوعي إلى الواقع. قام هذا الأخير بترتيب الأوراق لجعل تصفحهم أكثر سهولة، ثم قام بوضعهم داخل ظرف ورقي، الظرف الذي ذكرني بالبدايات التي جعلتني أدخل في خضم هذه الفوضى. وبنظرة جدية على وجهه سلمها إلي ثم قال: حظا جيدا. نهضت بعد ذلك لأتبع آن. خرجنا من الغرفة وبدأنا بالسير عبر رواق أبيض طويل أدارت رأسها بروية للتحدث إلي. متى تريد القيام بهذا العمل؟ سيكون غدا مناسبا كي تستطيع استجمع أفكارك والتركيز بشكل جيد. صرخت قائلا: الليلة. ردت علي: إنها 6:30 مساء، لقد تأخر الوقت، وأنت تريد الاهتمام بالقضية خلال الساعات القادمة؟ نعم أريد ذلك المختل الآن. ضحكت بشكل خافت ثم قالت: حسنا إن كنت مصرا. وعلى أي، ليست المرة الأولى التي ستقتل فيها شخصا ما. جعلتني كلماتها أستحضر كل الذكريات واللحظات المثيرة التي عشتها خلال الأشهر القليلة الماضية. جعلها هذا تتساءل عن إن كنت بخير، وهذا بسبب شرودي في ذكرياتي الخاصة. قلت لها: نعم أنا بخير. ثم سألتها: هل لديكم أي أسلحة بهذا المبنى؟ ابتسمت مجددا وقالت: نعم سأريك الطريق، اتبعني. لم أحضر أي من أسلحتي، هذا بعد قدومي إلى لوس أنجلوس بدون سابق إنذار. وصلنا إلى المكان المنشود لنقف أمام باب فولاذي وعبر نافذة مضادة للرصاص. رمقنا رجل بنظرات جدية: مرحبا ستان، هلا أدخلتنا من فضلك. رد الرجل: بالطبع يا آن. بالمناسبة
من هو الطفل الجديد؟ قالت آن: إنه بديل مايك. علت وجه الرجل تعابير مختلطة من الغضب والكرة. حدقت إلى عينيه وعلمت أن مايك كان أحد معارفه. جعلني هذا أقول بصوت خافت: آسف، هل كنتم أصدقاء؟ رد علي: كنا مجرد أصدقاء ثمالة، فلا وجود للأصدقاء داخل هذا المكان، وليس من المفترض أن نعلم خلفية الأشخاص الذين نعمل معهم. ضغط بعد ذلك هذا الأخير زرا ليفتح الباب كاشفا عن مكان ستندهش لرؤيته. صفوف وصفوف من الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى مجموعة متعددة من المعدات المتطورة. قال الرجل: اختر ما تريد. تمنيت لو استطعت رؤية النظرة والابتسامة التي علت وجهي. كنت كطفل صغير يدخل متجر الحلوى لأول مرة. بدأت أتجول عبر الأروقة مبديا إعجابي بألعاب الأطفال الكبار والتي ملأت كل الرفوف. وخلال قيامي بذلك قالت آن: لدينا قوانين صارمة حول تفقد الأسلحة لحظة إعادتهم، سأطلعك على كل شيء عند انتهائك من العملية، أما الآن فقم باختيار ما تريد وسأسلمك العمل الورقي لحظة عودتك. قلت لها: يبدو هذا جيدا. هذا اختصار صغير لكل الأشياء التي حصلت عليها: مسدس يد صغيرين، نظارات رؤية ليلية، صندوق ذخيرة، حقيبة ظهر، قاطع، معدات اقتحام، قفازات سوداء، سكين أسود، وفأس خاصة بالجيش، ثلاث قنابل ضوئية، صندوق للإسعافة الأولية، وأخيرا بذلة سوداء بدت كأنها خطط لتكون لي فقط. كان هناك أشياء أخرى لكن لا أريد الإطالة عليكم. اتجهت تاليا نحو الباب لتقول آن: أنت تخطط لقضاء ليلة ممتعة، أليس كذلك؟ نعم، إن استطعت فسأستمتع بالتأكيد. قبل خروجنا سحبت آن مجموعة من الأوراق وطلبت مني التوقيع عليها لأدلي بأن الشخص الذي قام بإخراج هذه الأسلحة من المستودع. برغبة غامرة لبدء العمل وقعت عليهم بسرعة. قالت آن للرجل الذي يحرس الباب: ستان، سأعيد هذه الأوراق غدا صباحا، يجب علي الآن شرح العملية لهذا المبتدئ. حرك ستان رأسه بالإيجاب ثم فتح الباب. خرجت من هناك وأنا أفكر في حقيقة عدم توفري على سيارة. استدرت نحو آن والتي كانت تقلب الأوراق التي حملت في يدها. نظرت إلي ثم قالت: نعم. قلت بشكل متردد: سيارة، أحتاج سيارة. نعم، لقد نسيت ذلك تماما، اتبعني. قادتني عبر مجموعة من الأبواب والتي قادت إلى جزء خلفي من المستودع. كان عبارة عن مساحة شاسعة ملئت بالعديد من السيارات السوداء. طلبت مني آن اختيار واحدة وعدم الاقتراب من السيارة التي توقفت داخل إطار أحمر، وذلك بسبب حجزها من طرف بعض المسؤولين الكبار. حركت رأسي مجيبا على كلامها ثم انطلقت أجري في الأرجاء كطفلة مدللة ستحصل على سيارتها الأولى. وقفت بالقرب من ترسانة من سيارة البنتلي السوداء. كانت سوداء بالكامل وعلقت عليها لوحة مرتبطة بالحكومة. استدرت نحوها وقلت: أريد هذه. ضحكت آن وردت قائلة: أرى أنك تحب الأشياء الفاخرة. ذهبت بعد ذلك نحو صندوق حديدي، نظرت نحو مكان توقف السيارة ثم أحضرت المفاتيح، سلمتها إلي ثم قالت: لا تقم بخدشها. نعم، لا تقلقي، شكرا. فتحت صندوق السيارة وضعت كل شيء هنا واستعدت لبدء العملية. ركبت السيارة وباقترابي من مخرج المستودع لوحت لي آن وطلبت مني القيادة تجاهها. توقفت بالقرب منها وأنزلت زجاج النافذة. قالت لي: هذا عنوان المكان الذي ستلتقيني فيه بعد انتهائك من كل شيء. أعطتني هاتفا والذي كتب العنوان على أحد تطبيقاته. سنقابلك هناك بعد 20 دقيقة من اتصالك، سنسترجع السيارة وسنعيدك إلى هنا لتعيد المعدات. وافقت على ذلك، وقبل أن أغلق النافذة وضعت يدها عليها وقالت: لا أحتاج لأذكرك أنك ستكون في عداد الأموات إن فكرت في خداعنا.
عادة ما ننتظر تأكدنا من ثقتنا في العملاء الجدد قبل إرسالهم في عملية كهذا، لكن حدسي يقول لي أنك لن تذهب إلى أي مكان. قلت لها: أعلم، ولن أذهب إلى أي مكان بالتأكيد. أزالت يدها عن النافذة، فتح باب مرآة المستودع، ثم انطلقت تحت الضوء الخافت للشمس التي ستختفي بعد دقائق معدودة. بعد قيادتي لوهلة توقفت بالقرب من مطعم بيتزا لأعيد النظر في الملاحظات، وبتناولي للبيتزا اطلعت على جميع التفاصيل التي حصلت عليها. سندعو الهدف باسم رالف. كان رالف مدير وكالة بنكية ذو مكانة كبيرة. إنه أحد الأشخاص الذين يحصلون على ترقية كل 5 سنوات لمجرد أنه ينتمي إلى عائلة راقية، وهو نفس الشخص الذي يسعى وراء تحقيق لذات مختلفة، وذلك بعد ضمانه لحريته المالية. ذكر في الملفات أن رالف قام بالعديد من التجاوزات بحق المرأة التي استأجرتنا لتصفيته، من بينها اغتصابه لها في إحدى المرات. قدمت هذه الأخيرة شكاية حول الأمر لتقابل بالتهديد، إذ قيل لها أنه يتوجب عليها إغلاق فمها أو ستفقد أي فرصة للعمل داخل أي بنك في الجهة الشرقية. ذكرت التفاصيل أيضا شيئا حول تذوق ابنتها الصغيرة. جعلني هذا أشعر بالقرف، لكن مبتسما في نفس الوقت، مبتسما لأن هذا الغبي لا يعلم ما الذي سيحدث له خلال الساعات القادمة. ستكون هذه أسوأ وآخر ليلة في حياته. ليس لديه أطفال، مجرد خليلة في 27 من عمرها والتي كانت في رحلة بهاواي، في حين جلس هو لينهي العمل قبل أن يذهب في رحلة أيضا. بعد أن قرأت بما فيه الكفاية بدأت مخططات العملية تتبذر إلى ذهني. كنت متحمسا لدرجة أني لم أكمل سوى النصف من قطعة البيتزا. جعلني التفكير في الأشياء التي سأقوم بها لهذا الرجل. أبتسم مجددا. كنت سأجعله يعاني قليلا، وهذا إن كانت ادعاءات المرأة كاذبة، في حين سأذيقه عذاب 1000 عملية أعدام إن كانت الأدلة تشير إلى عكس ذلك. قررت أن أبدأ العملية قرابة 8 مساء. مررت بالقرب من الحي الفخم الذي عاش فيه. لم تكن الحراسة سيئة، لكن كان من السهل التسلل إلى داخل المنزل. وجدت مكانا ملائما لوضع السيارة فيه، تركتها هناك وعدت أدرجي نحو الجانب الخلفي للحي. وعبر الظلمة الحالكة تسلقت أحد الأسوار لأجد نفسي في الباحة الخلفية للمنزل. كان هذا الأخير مظلما، ولا وجود لعلامات تدل على أي نشاط بشري بالداخل. استعملت بعض الأدوات لأدخل عبر باب المرآة. الشيء الغريب أنه لا وجود لأي سيارة بالداخل. تحققت من الباب المؤدي إلى المنزل، كان غير مغلق. سمحت لنفسي بالدخول وقمت بجولة داخل المنزل. حاولت العثور على أثمن الأشياء لأخذها، ولم لا، فلا يستحق هذا الأخرق. بعد برهة أثار انتباهي وجود خزانة مزينة، تفقدتها لأجد بداخلها ملابس أطفال. غريب، كيف وصلت هذه إلى هنا؟ ليس للرجل أطفال، وهو حتما ليس من النوع الذي سيترك ابنة أخيها أو أخته تبيت داخل المنزل. كان الأمر مريبا، أستطيع الشعور بذلك. وما جعل الأمر أكثر غرابة هو وجود كاميرا وحامل لها داخل نفس الخزانة. بمجرد إغلاقي لهذه الأخيرة سمعت صوت توقف سيارة أمام المنزل. حان وقت العمل، حان الوقت ليتلقى هذا القذر جزاءه. اختلست النظر عبر إحدى النوافذ لأراه يترنح متجها نحو باب المنزل. بدا جليا أنه ثمل، وهذا جيد بالنسبة لي، هدف سهل بالتأكيد. حملت تاليا عصا البيسبول والتي كانت معلقة داخل أحد الأروقة، ثم اختبأت بالقرب من الباب الأمامي. وضعت المفاتيح بالباب، فتحه، دخل، ثم أغلق الباب دون أن يدرك أني كنت مختبئا بالقرب منه. وبمجرد تقدمه نحو السلالم قلت له: مرحبا رالف. اتسعت عيناه بعد علمه بتواجد شخص داخل منزله، وقبل أن يقوم بأي شيء ضربته بشدة على رأسه، وآنيا سقط ممسكا برأسه وسمعت صرخته في كل مكان. سحبت بعضا من الحبال من حقيبتي وقمت بربطه بشكل جيد.
يبدو أن ضروس عقد العقد بمخيمة الكشافة أتت أكلها أخيرا. حملته بعد ذلك نحو حمام الضيوف ووضعته داخل حوض الحمام. كان رالف قريبا من فقدان وعيه، لكن وفي نفس الوقت بدأ باستعادة رشده. أقحمت تاليين من شفة بفمه وأحكمت إغلاقه بشريط لاصق، ثم بحثت عبر جيوبه. كان غير مدرك لما كان يحدث. انحنيت تجاهه، رفعت ذقنه نحو الأعلى ونظرت مباشرة بعينيه، ثم قلت: مرحبا رالفي، كيف حالك؟ هل أنت صامت؟ كل ما استطعت سماعه هو همهماته التي صدرت عبر فمه المغلق، ربما يحاول دفعي لأخذ ما أريد وأذهب. لا تقلق يا صديقي، لست هنا لأسرقك، أنا هنا من أجل شيء آخر. أنا هنا من أجلها، مشيرا نحو صورة الفتاة الصغيرة. اتسعت عيناه مظهرا أنه علم سبب قدومي ومقدار بشاعة الأمور التي اقترفها. أظن أنك تعرف مكان الفتاة، أليس كذلك؟ وبحركة من رأسه أجاب بالرفض، لكني علمت أنه يكذب. وعلى كل حال فهو يعمل بالمجال البنكي. أنا لا أصدقك حقا، إذ لدي مصادر تقول أن الفتاة بحوزتك. تساقطت نظراته نحو الأرض رافضا النظر نحوي، ومجددا سحبت ذقنه نحو الأعلى وقلت له: انظر يا رجل، سيكون هذا أكثر سهولة إن قلت لي أين هي. ولوهلة أزلت الشريط اللاصق عن فمه ليقول هذا الأخير: إن الفتاة ليس بحوزتي. ضربته مرات متعددة على أنفه إلى أن تكسر. وعبر بكائه طفولي قلت له: أرأيت، أنا لا أصدقك، لدي مصادر تقول أنها بحوزتك، يبدو أن علي الذهاب للبحث عنها، اجلس دون حراك. ضحكت ثم قلت: أنا أمزح فقط، فعلى أي؟ أنت لا تستطيع الذهاب إلى أي مكان. اخترقت ابتسامتي أعماقه جاعلة إياه يدرك مدى حقيقة ما يحدث. وضعت الشريط اللاصق مجددا على فمه وأحكمت تقييده لأتأكد أنه لن يستطيع الهرب. بحثت في جميع أرجاء المنزل، بل وبحثت حتى في العلية، لكن لم أجد أي شيء. وخلال تفقدي لإحدى الغرف العلوية لمحت عبر النافذة وجود كوخ بالباحة الخلفية. نزلت مسرعا عبر الأدراج، خرجت ثم اتجهت نحوه. فتحت الباب لأجد سيارة ماستانج جي تي كوبرا كانت فاتنة. احتوى الكوخ على طابقين، واحد وضعت به أدوات العناية بالحديقة، والآخر ملئ بالأدوات الميكانيكية المستعملة للعمل على السيارة. بحثت في أرجاء المكان، لكن ومجددا لم أجد أي شيء. كنت على وشك الاستسلام حين رأيت شيئا لفت انتباهي، قطعة خشبية رقيقة وضعت تحت السيارة، وذلك لمنع سقوط الزيت مباشرة على الأرض. قمت بإزالتها ثم جثوت على ركبتي لألقي نظرة تحت السيارة، ومجددا وجدت شيئا غريبا هناك. خط فراغ امتد على طول المكان الذي تواجدت عليه القطعة الخشبية. دل هذا على وجود مدخل إلى طبق سفلي. نظرت حولي باحثا عن مفاتيح السيارة، وجدتها على أحد رفوف الكوخ. شغلت السيارة ثم أخرجتها من هناك، وبعودتي إلى داخل الكوخ تأكدت شكوكي بالكامل. لقد كان بالفعل مدخلا نحو طبق أرضي. قمت بفتحه لأجد سلما يؤدي نحو الأسفل. بدأت بالنزول لأكتشف ما كان يخبئه هذا الحقير. بوصولي إلى الأسفل بحثت طوال الوقت عن مفتاح لتشغيل الأضواء، وأخيرا وجدت واحدا، والذي أنار الغرفة وكشف عن أبشع منظر رأيته في حياتي. كان الأمر مماثلا لمواقع تصوير أفلام الرعب. امتلأ المكان بالعديد من الأقفاص الحديدية، والشيء الأسوأ هو ما كان بداخلها. نعم، إنها الفتاة التي رأيتها سابقا بالصور. كانت محتجزة داخل أحد الأقفاص، علت وجهها نظرة شاحبة، وتغيرت عيناها الزرقاوتين إلى نظرة باهتة ممتلئة بالخوف والقلق. وبرؤيتها لي دفعت بنفسها نحو الزاوية البعيدة للقفص، ظنة أني شخص آخر سيقوم بإيذائها. بوجودي تحت وقع الصدمة استشعرت وجود تحركات على يساري.
استدرت بروية لأرى فتاة أخرى، شعرها بني وأصولها مكسيكية على ما أظن. وآنيا بدأت الدموع بتجمع داخل عيناي، ولأكون صريحا لقد بكيت بسبب ما رأيته. لا يمكن لإنسان سليم أن يقوم بهذا، خاصة لفتيات صغيرات، ما عدا إن كان وحشا. حدقت بالفتاة الشقراء ثم قلت لها: لا تقلقي، لست هنا لإيذائك، بل سأقوم بإخراجك من هنا. نظرت حولي باحثا عن مفاتيح الأقفاص، لكنهم لم يتواجدوا هناك. قلت للفتاة: انتظري، سأعود سريعا. حركت رأسها بالإيجاب، غير متأكدة إن كان بإمكانها الثقة في أم لا. ركضت عائدا نحو المنزل لأجلب القاطع من حقيبة ظهري، حملته ثم مررت عبر الحمام لأتفقد رولف. وجدته يحاول تحرير نفسه لكن دون جدوى، وبنظره نحوي ارتعب بعد أن رآني أحمل القاطع. قلت له: لا تقلق أيها الغبي، لن أستعمله عليك، ليس بعد. أغلقت الباب ثم عدت أدراجي نحو الكوخ. نزلت إلى الأسفل، وبمجرد رؤية الفتاة لي زحفت نحو الجانب الآخر من القفص. إذ ظنت أني سأستعمل القاطع عليها، جعلني هذا أريد قتل ذلك القذر ببطء أكثر. اقتربت من القفص وبدأت بقطع القضبان الحديدية واحدا تلو الآخر، وبمجرد انتهاء من فتحه رميت القاطع جانبا. ثم مددت يدي إلى داخل القفص وقلت للفتاة: لا تقلقي، لن أقوم بإيذائك، أنت في أمان الآن. بتردد أمسكت الفتاة بيدي ثم سحبتها خارجا لأعانقها بشكل مطمئن، قائلا لها أن كل شيء سيكون بخير وأني سأخذها إلى منزل والديها. أجلستها أرضا وقلت لها: سأقوم بإخراج صديقتك الآن، لذا ابقي ساكنة إلى أن أقوم بإخراجها. بدأت بعد ذلك بالعمل على القفص الآخر، وخلال فترة ما نظرت نحو الأقفاص الأخرى متحسرا على حقيقة تواجد أطفال آخرين داخلهم خلال فترة سابقة، وربما لم يغادروا هذا المكان على قيد الحياة. على أي، فتحت القفص الآخر ثم أخرجت الفتاة الأخرى، وبنفس الطريقة عانقتها وقلت لها أن كل شيء سيكون بخير. أجلستها أرضا، وما حدث تاليا جعل جسدي يقشعر تلقائيا، إذ قامت الفتاتان بمعانقة بعضهما البعض. يبدو أن تواجدهما وتحدثهما لبعضهما البعض خلال ذلك الظلام الدامس جعل الأمر أقل قسوة مما هو عليه. وضعت يدي على كتف كل منهما وقلت لهما أني سأخذهما إلى المنزل. أمسكتا بيدي لأقوم بإخراجهما من حفرة الجحيم تلك. وعلى الرغم من رغبة الجامحة في تمزيق ذلك الحثالة، إلا أنه توجب علي أخذ الفتاتين إلى بر الأمان. اتصلت بآن وطلبت منها القدوم لأخذ الفتيات نحو مقر الشرطة. بعد مرور 20 دقيقة وصلت آن، وقبل وضع الفتاتين داخل السيارة نظرت نحوهما وقلت: حسنا يا فتيات، ستقوم هذه السيدة اللطيفة بأخذكما إلى والديكما، كونا جيدين الآن. وتذكر أن الرجل الذي أحضركما إلى هنا قد انتهى أمره ولن يستطيع الوصول إليكما مجددا. رمقاني بنظرات بريئة والتي دلت على عودة الحياة والأمل في بداية جديدة. عانقتهما مجددا ووضعتهما داخل السيارة. تمتمت الطفلة الشقراء بشيء ما ثم قلت لها: ما كان ذلك؟ وبكل القوة التي حظيت بها همست قائلة: شكرا لك. بشكل ما اخترقت كلماتها صدري وكادت الدموع تنزل عبر عيني. طمأنتها مجددا وقمت بإغلاق الباب. اتجهت تاليا نحو نافذة السائق. نظرت إلي آن وقالت: لقد قمت بشيء جيد، لكن ماذا عن أنت تعلم عن من أتحدث؟ هل ما زال هناك؟ نعم إنه هناك، وهو على وشك أن يصبح قطعا بعد 10 دقائق من الآن. ردت علي قائلة: حسنا، اتصل بي عندما تنتهي، وحاول ألا تترك الكثير من الفوضى من أجل طاقم التنظيف. قلت لها: حسنا، لكن قومي الآن بإيصال هاتين الفتاتين إلى مركز الشرطة وقولي أنك وجدتهما يتجولان في مكان ما. قالت: سأتدبر أمري، لا تقلق، احظى بوقت جيد.
حركت رأسي بالإيجاب ولوحت للفتاتين بمجرد ابتعاد السيارة. ببطء عدت أدراجي نحو المنزل. كانت الساعة تشير إلى 1 بعد منتصف الليل، ومجددا كان رالف يحاول الفرار. حملت حقيبتي وبإثارة لم أشعر بها في حياتي قلت له: هيا أيها الغبي، سنحظى ببعض المرح الآن. ضربت رأسه بأحد جوانب الحوض وقمت بفك الحبال التي قيدته بهذا الأخير. سحبته خارج المنزل ومن ثم إلى داخل المرآب، وبمجرد رؤيته لباب الكوخ مفتوحا عالت وجهه نظرة ارتعاب شديد. نعم أيها الحقير، لقد وجدتهما ولن تقوم بإزعاجهما من جديد. دفعته عبر السلالم ليسقط كالكلب المهزوم نحو الأسفل. علم أنها آخر مرة سيرى فيها النور. استعملت بعضا من السلاسل لربطه بالأرضية ثم عدت لإغلاق المدخل. سمع مجددا أنينه الغير المجدي من تحت الشارط اللاصق الملفوف حول وجهه. مزقت هذا الأخير ورميته جانبا لأني أردته أن يصرخ طالبا للرحمة، الرحمة التي لم يفكر فيها لحظة احتجازه للعديد من الضحايا داخل هذا المكان. قال رالف: أرجوك، لقد أرغمت على القيام بهذا، أقسم لك أنه لم يكن خطأي. استمر في الحديث والحديث إلى أن أمسكت أنفه المكسور وأدرته بشدة ليشق الألم طريقه نحو دماغه. انبطح على الأرض وكطفل صغير بدأ بقول ما يلي: أرجوك يا إلهي دعني أعيش، لا أريد الموت. وفي تلك اللحظة أزلت الغطاء عن أحد أقلام الحبر التي حملتها وأقحمته مباشرة داخل ساقه اليسرى. ثم نظرت نحو عينيه وقلت: أنا الإله الوحيد الذي تتواجد معه، سأحذرك الآن، ستصبح الأمور دموية، لن أقوم بحذف أي تفصيل من الأشياء التي قمت بها لذلك الحقير. حملت مسدس 9 ملم وضعت عليه كاتم الصوت وأطلقت 3 رصاصات على ساقه اليمنى ثم اليسرى. سحبت تاليا ما تبقى من الحبال التي أحضرتها معي وربطتها بالأنابيب الموجودة على السقف، ثم علقت رالف رأسا على عقب. حملت القاطع وبدأت في تقطيع الأوتار من الجهات الخلفية لركبته. كانت صرخاته كالموسيقى العذبة، وكان كل ألم تكفيرا عن الأشياء الشنيعة التي ارتكبها خلال حياته. قمت أيضا بإطلاق رصاصتين اخترقت كل واحدة منهما عظام ركبته، وتحت وطأة الوزن الثقيل فصلت رجله عن جسده ليبقى معلقا برجل واحدة والتي لم أتوانى عن قطعها أيضا، ليسقط مباشرة نحو الأرض غارقا في بركة من دمائه. حملت تاليا القاطع وبدأت أقتلع جميع أعضائه الظاهرة على جسده. أردت أن يشعر بأقصى مراحل الألم. جلست بعد ذلك قبالة الحائط مراقبا الحياة تنزلق منه شيئا فشيئا. أخيرا صعدت نحو الأعلى لأحضر بعضا من البنزين، وبعد عودتي قمت بإفراغه ببطء على جسده وعلى كل جروحه. ثم قلت له: لقد جلبت هذا على نفسك، أتمنى أن تفهم هذا خلال الدقائق الأخيرة من حياتك، تبا لك أيها الحثالة. تراجعت بضع خطوات إلى الوراء ثم أوقدت النيران بجسده ليشاهده يتحول إلى كرة من ألسنة اللهب. كان سينتقل من جحيم الأرض إلى الجحيم الحقيقي. وتحت صرخاته صعدت عبر الأدراج ثم اتصلت بآن قائلا أني انتهيت وأني في طريقي. وخلال الساعة الموالية تم تنظيف المكان والتخلص من جميع الأدلة من طرف فريق التنظيف الخاص بالمنظمة. حسنا، ستكون هذه نهاية الليلة، سيظن بعضكم أني مختل عقلي في حين سيرى الآخرون أن أفعالي مبررة، لكن وانطلاقا من منظوري الشخصي أرى أنه استحق كل ثانية من تلك الليلة. على أي كانت هذه قصتي والتي انتهت باستمراري بالعمل مع هذه المنظمة. سأستمر الآن في تخليص العالم من الحثالة الذين يعيشون فيه. تمنوا لي التوفيق، إلى اللقاء. أتمنى أنكم استمتعتم بسماع هذه القصة، وكالعادة لا تنسوا أن تضغطوا على زر لايك وتشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وتتسجلوا على القناة لمزيد من القصص الممتعة.